من ضمن الأسئلة، أنا بشتغل في بنك من 10 سنين، حاليا بحاول ألاقي شغل في السعودية لأن مضطر أنقل هناك، بس للأسف قطاع البنوك وكده هناك شبه مستحيل لأنه اتسعود. الموضوع بقى صعب خاصة في القطاعات المصرفية اللي أنا بدور فيها، هي خدمة العملة والالتزام المصرفي والمخاطر. الحقيقة عند حضرتك أكتر من حاجة ممكن يعني كبديل تشوفيها، الريل استيت، إن حضرتك تشتغلي في المجالات العقارية، الإكتواري، الحاجات الإحصائية دي أيضا مطلوبة، فضعيها في الحسبان، الفاينانشال تكنولوجي، الحاجات الفينتك والحاجات دي، والكومبلاينس اوفيسر، وفي بعض الاماكن بتبقى الالتزام بعيدا عن الالتزام المصرفي فضعها في الحسبان. ولكن هو ده اللي احنا دايما بنقوله، انه يا جماعة الخير خلي بالكم المجال المصرفي محدود شويتين، بيخلي القدرة على انه تنجح فيها من ضمن الامور التي يجب ان تؤخذ في الحسبان. وربنا يوفقك ويكتب كل خير باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد، وبالتوفيق إن شاء الله.